انا يا عمامي ارجو منكم، انا ابن دولي الان امثل دولي، الان البلد يمر بمرحله خطره جدا، ارجو منكم انا ابن دولي، انا بيوم اللي اعجز والدوله تعجز عني انتم مو بعيدين علي. هذول اللي الان اللي جاي يطلعون احنا متابعين، راح نتخذ اجراءات قانونيه. هذول ناس مرتبطين وناس جاي يأججون وناس لهم مصالح ولهم علاقات اخرى ما نعرف. وهذول طلع حكى هذا الكلام لان الجوكر عصابه الجوكر هو المشروع العده الاقتتال الشيعه بالشيعه، انا احكي لك اياها رسميا. بس هو مشروع شنو؟ الاحزاب تقتل الاحزاب، هاي الورقه احترقت عندي. تعطيل الدوام بالبصره احترقت عندي. الان اتوجه على شغله العشائر. الجوكر عده، يعني عده عصابات منظمه، عده ناس كانت ملتزمه له، عده ناس متدابع لهم اموال، الان كشفت اقنعتهم. فانا ارجو منكم عمامي لا حد يتصرف غير تصرف. احنا دوله وقانون موجود وقضاء موجود، وكل من ياخذ قراره وكل من ياخذ حقه. اللي ارجو منك عمي عمامي تاج راسي على راسي ومشهوده لكم اخوه باشل، وهذا غلطان يندق بالجبل، هو غلطان. انا كو مساء كان وياي احد الحجاج يسولف لي شيء حلو، يعني نستفاد منه. يقول هذا نور السعيد، ترى نور السعيد يعني رحمه الله، يعني يقول يوميه يطلع من القصر يقول اخ واحد قسم لي ما ادري شو اسمه من هذول حشاك العقصيه، لا من خمسة ستة يومية يطلع من القصر، قال لي هيك ايش منك نور سعيد مدري شنو، ليك هذا رئيس وزراء لابسه ما يحشو يعني. يوم يومين هذا كاظم هذا ايه. اخر شيء فحطه نزل لي قال لي قسم لي، قال لي ها، قال لي لو تموت ما اسجنك حتى لا تصير وطني براسي. بالله هذول حشاك صعاليك يعرفوا اساسهم شنو هم، قسما بالله احنا وياهم بالقانون ما تيهم، احنا عندنا القانون. هذول ناس جاي يحرضون على اقتتال العشائر، الان هم جاي يلعبون على العشائر زين، عود على اساس تروحون. انا هذا الشيء ارفع عنكم، انا عود من اعجز اقول لك يا عمامي يا ابو محمد عجزنا احنا الدوله، تعال عمامنا احمو الدوله اعمل شعب.